أثارت قضية استيراد الماشية من السودان حافظة مربي المواشي في الولايات السهبية، خصوصا في ولاية الجلفة التي بها أكثر من 3 ملايين رأس من الماشية. المال اللي راح يستوردوه من السودان يأثر بالموال ويضر الاقتصاد الجزائري بصفة عامة، ونطلب من السلطات المعنية بهذا الأمر أنها تصدر الإنتاج نتاعنا للخارج. يرى مربو المواشي أن قرار استيراد الماشية من السودان سيحطم الثروة الحيوانية المحلية ويخلط سلالة الجزائر المعروفة حتى دوليا، خصوصا سلالات تعظميت وولاد جلال. السلالة راه تاكذا تاع ولاد نيل اللي مربينها تاع ولاد جلال، كي تجي سلعة من السودان ولا من الخارج هنا راه ندمروا الفلاحين، راهم يدمروا الموالين يدمروا. هذه لازم تحافظ الدولة، تحافظ على السلالة تاع اللي كاسبين ولاد نيل واللي كاسبين ولاد جلال، هذه اللي نتحدثوا عليه. حنا درك راه الموال تخذ. تدعيم المربين الحقيقيين يخفض أسعار المواشي وليس استيراد سلالة السودان هو ما أجمع عليه المربين. احنا عندنا المال تاعنا نربوا فيه والعلف غالي، ويجيبونا المال هذا يقولوا المال تاع السودان نورمال نورمال، يدعمونا المال تاعنا بعد نربوه نطلبوا فيه. هذه ثروة وسلالة، احنا الموالين ندوروا الدعم. العلف غالي، يبيعوا فيه مارشروار غالي ويسقام لك العلوش، ومن بعد يقول لك جيبوا لك تاع مال تاع السودان نورمال يدعموا السلعة تاع الجزائر، مش جيب لي سلعة تاع الخارج. إشاعة استيراد الماشية من السودان كانت سببا مباشرا في خفض أسعار أضاحي العيد هذه السنة، فما بالك إذا تم استيرادها فعلا، فمصير مربي المواشي سيسير نحو الهاوية.